السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامج نادي للطبخ الحلويات. اليوم غنقدم لكم جاتو اللي غنحتاجو فيه المقادير التالية: 7 معالق فورز، 7 معالق سنيدة، 7 معالق زيت، 7 معالق حليب، جوج ساشي فاني، جوج ساشي خميرة، جوج بيضات، كبيسة ديال الملح، بودر كاكاو. بالنسبة لبودر كاكاو مثلا عوض 7 معالق ديال الفورص، غندير مثلا غير 5 معالق فورص وما تبقى، وجوج كاكاو. مهم ما نديرش 7 معالق فورص وعاد نزيد 2 معالق كاكاو باش جينا العجينة مديرة مزيان. غنحتاج كذلك الكريمة، غنحتاج لاكريم، غنحتاج ورق الجيلاتين، غنحتاج نسكافي، الزبدة، زبدة الكاكاو، غنحتاج زبدة الكاكاو، شوكولاتة أسود، شوكولاتة بيض. للتزيين غنحتاج العقيق في الضوء الذهبي على شكل قلوبة، وعندي كذلك على شكل نجيمات. غنحتاج شوكولاتة حبوب، كراميل، ومباج، ونحتاج كذلك الورق البلاستيك. غنمشيو دابا لطريقة التحضير. دابا غنبدا بطريقة التحضير. بالنسبة لي أنا هاد المقادير ديال 7، كل حاجة منها 7، أنا دوبلتها في 3. غنحتاج إذن 6 بيضات، غندير كبيسة ديال الملح، غنضيف عليها السنيدة والسكر فاني، نبدا العملية. دابا غنضيفو الزيت ديالنا والحليب، وغنجيبو غير الضراب العادي واللي باش غنحركو. غنجيبو الفرز ديالنا، خلطو مع الكاكاو والخمير، ندخل الدقيق والخميرة والكاكاو مع بعضياتهم، كما كتشاهدوا معايا. من بعد ما خلطت المكونات كاملة، غنجيب لاطا ديالي وغنفرغها فيها. كيف ما كتشاهدوا معايا، من بعد ما سرحناها اللاطا وندخلوها الفرن مدة 10 دقائق ونخرجوها. ديالنا غنخويو عليها كاس ديال الماء باش تطيح، ومن بعد غنهزوها ونديروها في باماغي غير بنقيطة ديال الماء حتى تذوب مزيان، ونضيفوها على الكريم ديالنا. دابا غنخويو الكريم ديالنا، نجيبو الجيلاتين ديالنا كيفما كتشاهدو من بعد ما ذوبناها مزيان، حنا كنضربو
في نفس الوقت. دابا غنخفق ثاني لا كريم، هذا غنديرو بالشوكولات. غنجيب كيف العاده الجيلاتين، شاهدوا معايا غنبدا نضيف داك الشكلاط نضيف يدوب شوية زبدة ديال الكاكاو. كيف ما كتشاهدوا من بعد ما طلعت الكريمة ديال الشكلاط، دابا غنضيف حبوب ديال الشكلاط. نحرك مزيان تنتاكد بان داك الحبوب توزعت ليا على الكريمه كامله. انا سيداتي البسكويت ديالنا ها هو خرجناه من الفرن، غنجيبو قطع دائري اللي غنقطعو به الكيكه ديالنا بهذا الشكل كيف ما كتشاهدوا. نوركو مزيان كيف ما كتشاهدوا معايا، حطيت لي المول ديالي، حطيت الطبقه الاولى ديال الكيكه. دابا غنسقيها بالسيروم اللي درت فيه سنيده والماء وطرفة ديال الحامض، خليته تغلى مزيان. دابا غنجيب الكريمة ديالي اللي بالشوكولات، ونحط الكمية اللي غتكفاني. نبدا نسرح.
من بعد ما كملنا الطبقه الاولى غندير دابا طبقه ديال الكيك كيف ما كتشاهدوا. من بعد ما حطيت الطبقه الثانيه ديال الكيكه ديالنا غنسقيها. نجيب كريمه اللي درناها باللوغو ديال نسكافي كالعاده نسرحها. على المول كامل. من بعد ما حطينا الكاطو ديالنا في الثلاجة تبرد دابا جبت داك الشرائط ديالنا البلاستيكية قطعتهم على القالب غنسرح فيهم الشوكولات كيف ما كتشاهدوا معايا بهذه الطريقة. طبقة رقيقة نجيب البلاستيك ديالنا بهذا الشكل كيف ما كتشاهدوا. ونهودو على القالب بالطريقة نستمروا بهذه الطريقه نفس العمليه حتى نكملوا الدائره ديالنا. من بعد ما قادينا الكاطو ديالنا دهنتها كامله بالناباش كيف ما كتشوفوا باش يعطيني داك اللمعان. دابا غنجيب برا ونجيب الكراميل كيف ما كتشاهدوا. بسم الله دابا غندير على شكل عريشات كيف ما كتشاهدوا. كندير وريضات بالبوش ديالي على هذا الشكل. غنجي هنا الوسط وندير وحده كبيره ونجي في كل فوق ورده ونحط نجيمه. كيف ما كتشاهدوا سيداتي النتيجه اللي حصلنا عليها في كاع الشكل ديال الكاطو ديالنا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء الى فرصه ثانيه ان شاء الله.